مساء الورد والفل والياسمين، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1. النهارده معانا ومنورنا نجم جامد جدا جدا جدا. لو جبنا سيره الجدعنه اسمه لازم يتقال، كروان الطرب والغنى في الغنوه والموال. معانا اللي كلنا بنقول له بحبك يا صاحبي، الجامد جدا احمد سعد. لو جبنا سيره الجدعنه اسمك لازم يتقال. من يوم ما كنا عيال. اهلا 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 ما بصش مال في الشدة راجل جدع واقف كمال الأبطال. وكفاية فعلا اسمك، وكفاية نقول ان احنا معانا احمد سعد، فنعرف ان احنا النهاردة حلقتنا هتبقى جامدة جدا جدا جدا. حبيبي يا احمد منورنا، ومبسوطه جدا ان انت معانا بجد. والله مبسوط ان انا معاكي جدا حبيبي. انا اكتر صرفه يعني مكلفه. ايوه امال ايه. انا قلت يلا طلع بقى اللي تحت البلاطه وكفايه بقى. لا ومسيح يعني وطقم بقى. لا لا ده دريس مش طقم بامانه. دريس بس دوكها كانت تقيل. دوكها دوك هم الدريس، هم قالوا لي كده. انت اي حاجه تلبسيها عليكي قمر والنبي. انت عسل النعمه. انت تاني يا احمد. انا على فكره انت ستايلك بتاعي ده، بحب الستايل ده قوي. ما انا عارف، ما انا عشان كده عاملاهولي لابساهولي. طب يا احمد ممكن نرجع سوا كده مع بعضينا فلاش باك ورا؟ المرحله تاني؟ لا لا زي ما ده. انا ما صدقت ان انت بحسب تخرجيني بره. لا عايزين نرجع كده المرحله اللي انا ما كنتش فيها في حياتك. مفيش. اللي هي وانت صغنون. لا وانت بيبي. كنت انا لسه بيبي انا كمان. طبعا مش انا كنت بيبي؟ او كنت لسه انت بيبي. انت لسه بيبي يا خدي. طب قول لي يا بيبي، وانت طفل كده كنت شقي ولا كنت ايه، هادي؟ يعني بصي، هو انا كنت اشقى طفل موجود في الحياه. العيال الشقيه جدا جدا، بس اللي هم تكسير بالكره الازاز بقى والصالون نتنطط عليه والام تزعق والحاجات دي. لا ما هو مش للدرجه، هي امك كانتش بتزعق ولا حاجه، لان احنا اصلا 9 اخوات ما شاء الله. فلو كان لو زعقت الاب كده كده. لا ده ابويا ما بيجليش. 9 اخوات على طول. لو جبنا سيره الجدعنه اسم عم سعد لازم يتقال حقيقه. طب وانت طالع لي بابا؟ لا انا لسه ما لسه في مرحله بابا الاولى. طب يلا. لا انا يعني كنت فايه 9 اخوات دي، عشان امي تزعق لواحد واحد لازم يبقى صوتها راح طبعا. فكانت بتعمل امي بقى، كانت بتعمل حاجه غريبه جدا، كانت بتضربنا مثلا حد واربع. ايه ده؟ يعني ده يوم بقى لو احنا صاحيين يعني النهارده يوم الضرب. النهارده كله فايه؟ فتقول لك انت يوم السبت عملت كذا، وانت يوم الخميس عملت كذا، وانت فايه؟ يعني مثبته يوم عشان ده زي يوم الغسيل كده. ده يوم العلقه. يلا يوم الضرب. يلا يا ده جنب اخوك. اي حد اي حد بيتضرب الباقي بيجري. فانا بقى وانت كنت بتجري. انا باجري لحد دلوقتي. ممكن اقوم اجري دلوقتي. لا والله كنت بقى تحت بقى الدولاب تحت السرير، فكنت شقي جدا جدا وبقى شقي لبظات والحاجات دي. طب قول لنا بقى مين اللي علمك الغنى؟ والله بص، هو احنا عندنا ابويا كان عنده شرط في العيله، اي حد لازم يبقى حافظ 3 اجزاء من القران. ما شاء الله. فالقران اول حاجه كمان يعلمك الترتيل، يعلمك التجويد. فابتدت الغنى، يمكن هو كان صوته حلو، كان بيأذن كمان في الجامع. فجت من هنا، ابتديت بقى احفظ ابتهالات والشيخ النقشبندي ونصر الدين طوبار ومحمد عمران، اللي هم بقى اساس اصلا الغنى. وابتدى بعد كده ام كلثوم، يعني ام كلثوم دي بالنسبه لي شبابي، خلي بالك. ام كلثوم بقى وعبد الوهاب. ما انا متابعه انا اللايف.
لا ما 24 ساعه لايف انا معاك. بقول لك ايه، تفتح اللايف تقول مين اللي شاف دي شوشو. اهي شوشو قاعده اهي. لا الله طبعا. انت عارف. طب انا عايز اسمع بقى حاجه من التواشيح اللي انا بحبها. تعال حبيبه قلبي. الحاجات القديمه. لا ده طبعا. بس حاجه ما قلتهاش اكسكلوسيف لشوشو. شوشو ماشي. بس شوشو دي مع التواشيح. لشيماء. لشيماء الشيماء. ايوه الشيماء اختك الشيماء. بين خوف وذلة وخشوع خفق القلب خفقة الحيران سبح الكون كله سبح الكون كله في خشوع إذ تجلت مهابة الرحمن أبدي يدبر الأمر أبدي يدبر الأمر فردا سرمدي الجلال والسلطان. الله. بس انت عايز حاجه جديده بس ما شاء الله عليك والله العظيم بجد والله. يعني صوتك ده نعمه من عند ربنا يعني ربنا يحمهولك. طب قول لي يعني انا سمعت حاجه وضايقتني قوي. ايه يا روحي؟ ليه انت الفترة اللي فاتت كده كنت قافل على نفسك وجازز؟ وجازز جازز؟ على ايه بالظبط يا معلم؟ على نفسك وزعلان كده ومتأثر، ليه؟ لا مش زعلان خالص. يعني من 2003 لحد دلوقتي ما عملتش ألبومات، عملت ألبومات. قصدك دي الجزة يعني. ليه؟ لا لا بص هقول لك حاجة. أولاً أنا يعني إيه موضوع الألبومات موضوع مهم جداً جداً جداً، بس موضوع مهم للإيمج بتاع الفنان. ان هو لازم يكون عنده البومات ويكون عنده وهي بتقدم شكلك الخاص كمان. يعني لنوع مزيكتك الخاصه. بس الاغاني والتواصل مع الجمهور لو هو متوفر وموجود بيخليك شويه تصهين عن حاجه مهمه. يعني انا مثلا دلوقتي انت الاساس بالنسبه لك حاجه معينه التمثيل مثلا. تمثيل. انت موجوده مع الناس والناس مش عارف ايه فبتلاقي نفسك مقصره تجاه التمثيل بس مش مقصره تجاه الناس. صح. يعني انا منزل اغاني، منزل اغاني في الافلام، منزل اغاني في المسلسلات. صح. منزل اغاني زي بحبك يا صاحبي دي اغنيه مسلسل. بس كمان ايه اغنيه بحبك يا صاحبي دي مش مثلا مش يعني مش اللون بتاعي. بس اللون انا بعشقه جدا، اللون الشعبي ده يعني ما شاء الله الناس كلها بتحبه كسرت الدنيا الحمد لله رب العالمين. طبعا. بس هو الدراما، الدراما بتخليك بتستوعب اي حاجه. يعني ممكن نلاقي علي الحجار مثلا، استاذ علي الحجار مقدم صعيدي. صح. مقدم فلاحي. صح. مقدم حاجه بس جوه الدراما، انما جوه البوماته تلاقوا هو ليه الشكل الخاص بتاعه. طب عايز اعرف بقى ايه، انت مريت بتجارب اكبر من سنك وحاجات خاطر وحاجات زي وبتاع يعني الحمد لله حاجات صحيه. قول لي بقى. بصي هو احسن مش مفيش عيب في اي تجربه في الحياه. العيب في الاستمرار فيها. صح. دلوقتي طالما انا دلوقتي قاعد قدامك واصل لنتيجه معينه يبقى الحمد لله رب العالمين. كل التجارب حتى الخطا حتى الوحش حتى الصعب حتى اللي انت كل اللي انت قلتيه ده انا يعني ليه سبب في حياتي. بس الحمد لله دلوقتي ان انا يعني موجود وعلاقتي بربنا كويسه وعلاقتي باسرتي كويسه وعلاقتي بشغلي كويسه والحمد لله لا باذي نفسي ولا باذي حد. هو ده كل الحاجات اللي ايه اللي يمكن انت قلتي عليهم كده من بره كده. بس انت اتعلمت كده من بره الحمد لله. يعني ازاي؟ يعني يعني الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي الحمد لله ان هي خدت فتره في حياتك بس انه الواحد يقف عندها ويقول لا كفايه ويغير. قلت لك اي حاجه في الحياه مش عيب. صح صح. انما العيب الاستمرار فيها. المهم ان نتخطاها. بالظبط. صح. ويعني واحنا بنحييك ان انت واقف على رجليك وعسل وقمر وموجود معانا ومنور. طب قول لي ايه الاغنيه اللي انت عملتها وحسيت ان هي اتظلمت وما خدتش حقها؟ بصي هي مش ما خدتش حقها بس ما خدتش الحجم اللي انت كنت متوقعه ليها. اللي انا كنت متوقعه ليها. اغنيه ايه؟ في اغنيه اخر اغنيه نزلتها انا حد تاني. الاغنيه دي انا بحبها جدا لان فيها كلماتها حلوه.
طب ممكن نسمعها؟ طب بتشوحيني دي ولا لا؟ والله نسمعها يا حبيبي. أنا عايز أعرف كل ده بيحصل لي ليه؟ كتر الوجع خلاني مش قادر أكمل، متقفلة ومتخبطة وآخرتها إيه؟ ده انا لو جبل واقف مكاني ما كانش يتحمل، مكسور وسوء الاختيار بخصلة فيا، وحاولت اغير دنيتي وحالي شويه، بتعافى على نفسي عشان ما تعبش اكتر ما انا تعبان، عمال بقى وحيمكن الابدايه لي. يا